طبعا البيت هو انت مرشوش صار معكم بالضبط. والله نحن كنا قاعدين بأمان الله، لا لنا فيها لا من أول ولا من آخر. الساعة فوق ما ميتين الجوع، ولا عم ناكل ولا عم نجيب شيء. لا شيء يعني ما في غير ما تلاقي إلا كل نهار احنا طفيانا وقصفنا. العالم اللي بدها قصف ما عم تخطر العالم الأبرياء عم تروح. هاي الواحد ما عمر بيته إلا نشف قلبه من وفي بيت. حتى يجوا بالطيارة احنا شو زهدنا؟ زين لا في اكل لا في شرب، كل ما نروح على الطرقات حتى الشجر ما سلمت.